آني أنا كلا هاي شو مالك كيف ما كتبعوا الان مشاهدينا في هذه اللحظات الروينه بكل صراحه وبكل ما تحمله هذه الكلمه من معنى. فكيف ما كتشوفوا السوق نظيم كبير يعني هذا المهرجان خاصه وانا وشي طالع فوق الصور شي منقز فوضى اغماءات اعتقالات ناس خفاني لداخل مازال ما خرجوهمش يعني حاله كارثيه وضع كارثي كيعيشوه الشباب اليوم كيف ما كتشوفوا الروينه بكل صراحه. حنا كنحاولوا اننا نقربوا باش نعطيكم صوره مقربه لهذا الشيء اللي واقع في فيستيفال البولفار اليوم في سهره طوطو. يعني كيف ما قلت لكم فوضى اغماءات ناس لداخل سخفانين ومازال ما خرجوهمش. نعتذروا على الكلام النابي يعني اللي كان كيف ما كتبعوا مشاهدينا في هذه اللحظات بكل صراحه وضع كارثي. سياره الاسعاف هنا يعني خاصها تدخل باش كاين الناس اللي سخفانين كاين الناس اللي مراض لداخل اللي ازماتيك اللي مخنوقين حاليا لداخل خصهم يديوه حدود الساعه ما لقاوش الطريق منين غنقدروا يدوزوا لعندهم. فبكل صراحه وضع كارثي اليوم بكل ما تحمله الكلمه من معنى مشاهدينا. الروينه ديال بصح ما عرفناش واش المشكل في التنظيم، المشكل في الزوار ولا في الناس اللي جاوا، المشكل بالضبط ولا الخلل بالضبط فين كاين الله اعلم. لكن المهم والاهم هو انه فوضى كارثيه كيعيشها فيستيفال البولفار خاصه في هذه السهره هذه اللي صارت رابور طوطو. يعني سوء التنظيم كارثي والنتائج ديالو كيف ما كتشوفوها الان شي طالع فوق الصور شي كينقز الناس برا اللي سخفان لداخل الامن كيعتقل في الشباب يعني اللي كيديروا الفوضى وكاين الضرب الجرح كاين الاعتداءات كاين السرقه العديد من الامور الان اللي واقعه في فيستيفال بولفار. الناس اللي كيسولوا في فيستيفال البولفار في مدينه الدار البيضاء الروينه بكل ما تحمل الكلمه من معنى كيف ما كتشوفوا. كيف ما قلت لكم دائما كيبقى السؤال المطروح واش المشكل في التنظيم واش المشكل في الناس اللي جايين باش يتفرجوا هما اللي داروا هذه الفوضى هذه الله اعلم. ولكن حدود الساعه مازال الروينه واقعه كاين تدخل امني ولكن راه مغلوب على امرهم لان الله يحسن العوان راه حوشوت كبيره بزاف ديال الناس اللي جاوا منهم شباب يافعين اللي جابوا يحضروا اليوم السهره ديال الرابر طوطو. كيف ما كتبعوا مشاهدينا في هذه اللحظات إذا راه كاين استنفار أمني كبير ولكن العدد ديال الناس أكثر من رجال الأمن. يعني كاين هي سيارة الإسعاف واقفة باش تدخل تخرج ناس يعني اللي مخنوقين لداخل واللي سخانين لكن للأسف ما لقاتش الطريق يعني منين غادي تقدر أنها تدخل. لأن كيف ما كتشوفوا راه الدنيا عامرة البوليس حاولوا على أنهم يوقفوا الناس من الداخل الله يحسن العوان. يعني واش كيف ما قلت لكم المشكل واش في التنظيم واش في الطاقة الاستيعابية ديال هاد البلاصة اللي دايرين فيها هاد السهرة هادي الله أعلم. ولكن المهم هو الفوضى والوضع الكارثي اللي واقع في هاد المنطقة هادي في هاد الفيستيفال. لأنه كيف ما قلت لكم في السهرة ديال اليوم من فيستيفال البولفار للرابور طوطو. كنرصدوا لكم مشاهدينا هاد المناظر وهاد الوضع هذا اللي كيعيشوا الناس في فيستيفال البولفار. كنعتذروا على الكلام الفاحش اللي قدر تسمعوا الاسر والعائلات اللي كتفرجوا معنا في هذا المباشر. فلا الامن الخاص ولا الامن كذلك العمومي راه تغلب على امرهم
كيف ما كتشوفوا راه حشود غفيره كلشي كينقز من الصور كلشي طالع الناس راه طالعين في الشجر اقسم بالله العلي العظيم اخواني الا الناس طالعين في الشجر كيتفرجوا ما فهمتش انا وحق الله العظيم هاد الشباب هادو يعني اللي هما جيل المستقبل تحط راسك في الموقف نقص طلع فوق الصور تقدر تعتقل تقدر تضارب باش تدخل باش تتفرج يعني راه دخول بالمجان ندخل الى سمحت لي فرصه وندخل بالاداب وكذا يعني ما غاديش ندخل ولا نجي انا باش ندير الفوضى ونخلق مشاكل لراسي شنو واقع هنا الناس اللي كيسولوا شنو اللي واقع هنا هذا فيستيفال البولفار اليوم كاين السهره ديال الرابور طوطو في هذه اللحظات كيف ما كتتبعوا فوضى هارمه بجو في هذا المكان هذا بجوار المكان السهره هذه شكون جا عاوتاني امبيلونس انتو كتشوفوا يعني هما لي زومبيلونس كيجيو باش يديو الناس اللي سخفانين لداخل ولكن للاسف راه ما عندهمش فين غاديين يدخلوا شوف 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 حنا كنحاولوا مشاهدي هنا انا نرصدوا لكم هاد المشاهد نعاين المكان شوف 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 شنو واقع شوف اقسم بالله العظيم اقسم بالله الى كارثه اقسم بالله العلي العظيم الله يحفظ الله يحفظ الشباب راه سيارات الاسعاف كيجيو باش ينقلوا الناس اللي هما سخفانين ولكن منين غتدخل هاد لومبيرونس هادي ولا هاد المسعفين اللي غيدخلوا على قبل هاد الناس اللي داخل منين غيدخلوا اقسم بالله العلي العظيم الى حشومه والله الى حشومه الشباب كيحطوا راسهم في هاد المواقف شوف 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 على كارثة شوف 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 اقسم الله يحفظ الله يحفظ اليوم الله يحفظ الشباب اليوم راه بكل صراحة راه شنو نقول لكم راه عدد كبير ها لي زومبيلونس كيجيو باش ينقذوا الناس اللي مضروبين ولا اللي سخفانين ولكن راه فين كيفاش غيديروا يدخلوا راه كيفاش غيديروا يدخلوا شوف شوف الباب شوف الباب عامر فوق الباب عامر الداخل عامر